طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا المشاهدين، ومرحبا بكم إلى مسائنا اليمني. انطلقت اليوم قافلة الضمير لكسر الحصار عن تعز من منطقة التربة متجهة نحو مدينة تعز المحاصرة، وشارك في القافلة شباب وشابات من مختلف قرى ومديريات التربة والحجرية، حاملين معهم ما يقارب 1000 سلة غذائية و40 أنبوبة أكسجين وغيرها من المستلزمات الطبية. قبل انطلاق القافلة تعرض مكان تجمع الشبان الناشطين إلى قصف مدفعي بثلاث قذائف من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع. الناشطون قالوا إن قافلتهم تهدف إلى كسر الحصار عن المدينة وفتح منافذ دائمة لإدخال المساعدات الإنسانية وإغاثة أهالي تعز المحاصرين منذ 10 أشهر. وقالوا أيضا إنه من المعيب على المجتمع والمنظمات الدولية أن يعجزوا عن فك الحصار عن مدينة يقطنها ما يقارب 300,000 مدني، وأنهم بإرادتهم يسعون إلى تحقيق ما عجز العالم عن القيام به وهو فك الحصار عن تعز. هذا وقد زار المدينة المحاصرة وفد من الأمم المتحدة أواخر شهر يناير الماضي واطلع على تدهور الوضع الإنساني في المحافظة. وتشهد مدينة تعز المحاصرة وضعا إنسانيا حرجا منذ بدء الحصار، ما أدى إلى إغلاق 37 مستشفى من مستشفيات المدينة جراء انعدام المواد الطبية والأكسجين. أعزائنا المشاهدين، هل ستنجح الجهود الشبابية المحلية فيما فشلت فيه المنظمات الدولية؟ وهل ستصل قافلة الضمير إلى مدينة تعز وتكسر الحصار المفروض عنها؟ وما هي الخطوات الممكن البناء عليها بعد هذه القافلة؟ أسئلة سنحاول أن نخرج بإجابة عنها في حلقتنا هذه عند مناقشة ضيوفنا في هذا المساء، لكن قبل أن نبدأ نقاشنا معهم نتابع وإياكم هذا التقرير. قبل أيام قليلة كان الشباب يدشنون لمهرجان الضمير الذي تم التحضير من خلاله للقافلة التي تحمل الاسم ذاته. وحينما كان الشباب يقيمون مهرجان الضمير كانت الصواريخ تسقط على المنطقة بغرض إرباكهم، لكنهم لم يتوقفوا واستمروا بالاشتغال على الأمل والعمل. يرحل عفاش وأعوانه. فمنذ أيام وهم يعملون بلا كلل ولا ملل، يجمعون المعونات الغذائية والمواد الطبية بجهود الخيرين من أبناء الحجرية، ويحضرون لقافلة الضمير التي تحركت من التربة باتجاه تعز، قافلة راجلة مشيا على الأقدام، وإلى جانبها سيارات محملة بما استطاع الشباب تجهيزه من معونات غذائية وأدوية للجرحى. الرسالة التي أرادت قافلة الضمير إيصالها كما توضح الشعارات كانت موجهة إلى الداخل والخارج، والصورة أبلغ من القول، فالصور القادمة من الميدان تقول إن في هذه القافلة ضميرا مدنيا يمشي على قدمين ويتحرك، بينما تركب المنظمات الأممية الطائرات لكنها بلا ضمير ولا تتحرك من أجل عمل شيء لفك حصار تعز، باستثناء تلك المعونات التي جاءت بالتزامن مع وصول الفريق الأممي، إضافة إلى التصريحات المستمرة وبيانات الشجب والتنديد أو ترديد ما بات يعرف بإجراءات بناء الثقة التي يقال إنها تضمنت إطلاق سراح المختطفين ورفع الحصار عن تعز. هذه المبادرة الشبابية تحركت بقافلة الضمير، فهل يجد صوت الضمير صدى أم أن لا إجابة لصوت الضمير؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام. ينضم إلينا الآن عبر السكايب الأستاذ نبيل البيضاني. مرحبا بك أستاذ نبيل. مرحبا أخي الكريم، وشكرا جزيلا لك وللطاقم ولجمهورك الكريم الاستماع. حياكم الله أستاذ نبيل. يعني اسم القافلة قافلة الضمير، يعني هي تتحرك الآن من الحجرية باتجاه تعز، ما هي دلالة القافلة الرمزية؟ أنا حقيقة كنت متفاجئ بالاسم، الاسم حقيقة مؤلم، مؤلم جدا لكل من يستطيع أن يشاهد المشهد اليمني حقيقة. هذا التقلب في الأوراق والتقلب في الاتجاهات والتقلب أيضا في الآراء وحتى الضمير هو كان المطلوب. هذه القافلة أبدعت باسمها، اسمها فعلا كان يعرف العالم كله بأن هنالك ضمير مفقود في اليمن وخصوصا في تعز. يعني الآن هؤلاء الحوثيين الذين كانوا يتحدثوا عن آلام الجنوب وآلام العنصرية وآلام الثورة وآلام الفقراء، هم أنفسهم نفسهم أصحاب الضمير الخرب الذي الآن يقصف تعز ويقتلون أبنائها. هذا حقيقة كان دلالة الاسم كانت رائعة،
وحقيقة وصلت إلى قلوب الناس من يفقه. المشكلة ليست مشكلة المواقف السياسية، وليست حقيقة، وليست مشكلة القوة والنفوذ الدولي، إنما مشكلة الضمير لدى النخب حتى السياسية والنخب الإعلامية والنخب القائمة في هذا العمل. حتى الآن نحن نرى مشكلة حقيقية في ضمير ووجدان القائد اليمني. حتى الآن كيف من يرضى الآن على قصف تعز وفي ذات الوقت يتفرج الآن من عدن؟ من يرضى الآن على قتل الناس في تعز ويتفرج الآن من صنعاء؟ هذه هي المشكلة الحقيقية، ليست مشكلة مناطقية صدقوني، هي مشكلة ضمير غير موجود لدى هؤلاء القادة. نحتاج إلى إعادة الضمير بأن العالم الناس سواسية، وأننا نحتاج حقيقة إلى ضخ مزيد من الأخلاق لهذه. كانت القافلة ذكية جدا، أن حركت وجدان الناس وتحدثت عن الأداء الحقيقي الذي مدت في هذه الحرب. ولذلك حقيقة الضمير هو المفقود الآن، ونتمنى أن يعود لدى المقاتل أو أخونا الحوثي الذي يقتل فينا الآن في تعز. طيب، يعني باعتقادكم هل ستنجح القافلة بإرسال هذه الرسالة بشكل واضح وإيصالها، أو هل ستكون ردود الفعل يعني المتوقعة إيجابية؟ حقيقة هنا بعد آخر، الجميل في الموضوع أن هذه القافلة قافلة مدنية خرجت بلا تنسيق حتى من الدولة. لو كان هنالك تنسيق حتى من الدولة أو كذا كان لم تخرج هذه القافلة بهذه البساطة، حتى أنها تضرب في مكانها. يعني لو كان هناك حتى قليل من تنسيق مع بعض الناس كان لم تصل إلى. لكن الجميل في هذه القافلة أنها خرجت قافلة شبابية من جميع الشباب من جميع الأطياف، وأرادت فعلا أن تعيد تموضع فكرة المدنية مرة أخرى، تذكرنا بفكرة الشباب في الساحات الذين خرجوا بدون رضا حتى الساسة. تذكرنا أيضا بهذاك في 2011 في خصوصا في أيام فبراير، في خرجوا الشباب اليمنيين يعني من كل الساحات، كانوا يبحثوا عن حرية وكرامة. هذه القافلة خرجت في توقيتها المناسب لتذكر الناس بأن الفاعل الحقيقي في الأرض هو الشاب اليمني، هو اليمني المدني، وليس فقط المقاتل. المقاتل مشكور، المقاوم مشكور، لكن هنالك بعد مدني لا يقوى قد على رفع السلاح، لكنه يستطيع بكل قوة ومقدرة أن يتحكم بمسار ويحرك الأمور مرة أخرى. أنا أعتقد أنه قربت نهاية الحوثيين، وأنه حان الدور الآن للشباب القادرين الأحرار الثوار القادرين على نزع فتيل هذه النخبة السياسية التي دمرت البلاد، ويستطيع فعلا إعادة تموضع المدنية من جديد في عقل ووجدان اليمني. يعني هل أفهم من كلامك أستاذ نبيل أن المدنية لا زالت، أو الحلول السلمية بالنسبة للشباب لا زالت متوافرة بالرغم من وجود المقاومة الشعبية المسلحة؟ سأفرق هنا مسألة، هذا ليس حلا مدنيا، وكما قال حقيقة تحركت باسم الضمير لكي تظهر للعالم بأن الحوثيين لا ضمير لهم. ولو كانوا فعلا لديهم ضمير لسمحوا حتى بالمياه تدخل، ولو حتى بالعلاج أن يصل. لكن المشكلة الحقيقية بأنه كان الحراك فقط حراك عسكري، وكان الصوت المدني خافت. يعني التنسيق المدني قتل من بعد الحوثيين. الحوثيين دخلوا، ما المشكلة اليمنية؟ المشكلة اليمنية ظهرت مع الحوثية أنها أخذت حجاب أو وضعت لنفسها زورا وبهتانا بصيغة المدنية. بدأوا الحوثيين بحركات مدنية ثم أخذوا السلاح وبدأوا يقاتلوا. هذه هي المشكلة التي حصلت الآن. الآن الجميل أن الشباب يعود إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الواجهة، ويعود بحركة مدنية جديدة. أنا متأكد بأنه الأيام القادمة سيحدث تحرك حقيقي مدني. أنا أرى الآن وأقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي أن هنالك مجموعات كثيرة جدا ترفض هذا الذي وصلنا إليه. الذي وصلنا إليه من الحروب هو نتيجة فشل النخب السياسية في إيجاد حل البلد. الآن لدينا بعد آخر هو البعد الشبابي. صحيح بأن هنالك، دعونا نقولها بكل صدق، بأن هنالك منتفعة ومرتزقة من شباب الثورة أنفسهم الذين وصلوا إلى المناصب واعتقدوا بأنه تكفيهم. لكن وجدنا الآن أننا عندما خسرنا البلد وخسرنا العمل المدني، حقيقة دخلت البلد في الحرب. طيب، العمل المدني هو المنقذ للبلد. اسمح لي أن تبقى معنا أستاذ نبيل. ينضم إلينا الآن الأستاذ صلاح الأكحلي منسق الحملة. مرحبا بك أستاذ صلاح.
أهلا بك أستاذي، أشكر تعرفت من كيف على استضافتي للبرنامج. حياكم الله أستاذ صلاح، كيف جاءت هذه الفكرة وتبلورت وكمشروع وبدأت تحركها الآن باتجاه تعز؟ الفكرة هي نشأت من الألم والأزم والخذلان لتعز. الشباب فكر بأن يعمل أي شيء من أجل تعز. الشباب هنا لا يحمل السلاح ويحمل القلم، وهذا فكر كيف يفك الحصار، وكان هدفه إنساني ويدخل المساعدات على اساس انه يتعامل مع الموضوع بشكل انساني. لم يتوقع ابدا انه شواذة كلاب مسعوره تابعه لايران لا تعرف الا الدم ولا، فهذه كان اول مفاجاه. هنا بيتعامل مع امس اكثرنا بيان على اساس انه نقول انه الطرفين طرفي الصراع يسمح للقاتله لان يتم تحمل الاكسجين والغذاء والعلاج للدخول الى تعز. فلم نتوقع انه يستهدف بصواريخ تشويشة التجمع الحشود السلمية التي كانت في مرافق للقافلة. طيب ما يعني استهدفت القافلة بصواريخ الميليشيا، أين حدثت، أين حدث ذلك وما حجم الإصابات؟ في البداية أثناء التجمع كان منصف التجمع حقنا في مدينة التربة، وقبل التجمع بحوالي ربع ساعة ضربوا على مع المنطقة نفسها على التجمع بصواريخ كتيوشا، ثلاثة صواريخ لم تحدث أي ضرر. الغرض منها كان إخافة الناس من القافلة، أنه يمنعوا الناس من التحرك في القافلة ويحذرونها من أن نتحرك بها التعب. وهل خاف الناس فعلا؟ أبناء المنطقة أبناء الحبيرية. ها؟ وهل خاف الناس؟ يعني هل نجح الحوثيين في إخافة الناس؟ هي نجحت إرادة أبناء الهجرية في إيصال المعونات إلى أخوانهم إلى تعز. لا أنا أقصد هل خاف الناس بعد استهداف القافلة من قبل الحوثيين بصواريخ الكاتيوشا؟ لا إنهم استمروا. أستاذ صلاح كنت تتحدث عن أن الهدف من قبل الحوثيين في إصابة هذه القافلة بصواريخ الكاتيوشا هو إخافة الناس، هل خاف الناس؟ هل ذهبوا عن القافلة؟ لم نفهم. نحن اجتمعنا في منطقه اسمها النشمه على اساس انه كنا معدين هناك فعاليه من ضمن فعاليه المبادره الشبابيه لكسر الحصار. بعد استقبال لنا من الشيخ حمود المخلافي وقائد اللواء استقبلوا ابناء النشمه، استقبلوا القافله ونحن يعني منتظرين في الاستراحه. نتفاجئ بوقوع اثنين صواريخ الى وسط الحشود. طيب ما هو طبيعة الدعم الذي تحمله القافلة أستاذ صلاح؟ ما طبيعة الدعم الذي تحمله القافلة؟ وهل هناك يعني إغاثة طبية كافية نظرا للاحتياج الذي يوجد في تعز؟ نحن جمعنا البادرة، جمعنا من أبناء المنطقة نفسها، أبناء الهجرية، جمعت منهم لدعم أخوانهم والتضامن مع أبناء تعز المحاصرين. فالمبالغ التي جمعناها حرصنا ان نشتري العلاجات اللي ضروريه ومعدومه داخل تعز، والدكاتره راشدين هنا اكثر مره عنا يعني وصلوا لنا من الانسولين، قالوا انه ممكن ناس كثير بسبب انعدام الانسولين. فركزنا على الـ على الـ على الادويه اللي منعدمه وسلينا كميه يعني لا باس بها، وايضا الاكسجين والمواد الغذائية التي تبرع بها أبناء المنطقة أنفسهم، المواد الغذائية وكمية كبيرة يعني على سبيل المثال 1500 لتر. طيب باعتقادك هل ستستطيعون إيصال المساعدات الطبية خصوصا نظرا للاحتياج الكبير لها إلى داخل المدينة؟ نحن يعني مصرون على إيصالها، وإن شاء الله إنها سوف تصل سوف تصل. نحن نعدل كل أبناء إنها سوف تصل مهما كلفنا إحنا من ذلك من ثمن. طيب أستاذ صلاح هل تواصلتم، نعم هل تواصلتم مع المنظمات لتوفير خط آمن لسير القافلة؟ هل هناك رعاية دولية أو يعني أممية لها؟ نحن بلغنا جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية بأن هناك قافلة إنسانية الهدف منها إنساني، وأرفقنا لهم بالبيان ورسالة دعوة للمشاركة، ولم يكن هناك اي ترد منهم يعني الى الان.
إذن شكرا لك منسق الحملة الأستاذ صلاح الأكحلي. نعم أشكرك شكرا جزيلا أستاذ صلاح الأكحلي منسق الحملة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أعود إلى ضيفي الأستاذ نبيل البيضاني. أستاذ نبيل، يعني لوحظ في الحملة أن هناك بعض اللافتات التي تدين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تجاه موقفها من تعز، كيف تقرأ هذه الإدانات؟ حقيقة شيء طبيعي بأن هؤلاء عندما يروا أهلهم في تعز لا ينظر إليهم العالم فهي مصيبة بالفعل. المشكلة الحقيقية الآن أن هنالك استحواذ للآراء وتحاصص قوي جدا في مسألة حقوق الإنسان في الشأن اليمني. ما زال حتى اللحظة الإعلام الأجنبي بما معه من المنظمات حقوق الإنسان بما فيها من منظمات الإغاثة كلها تعمل بطريقة غريبة في دعم الحوثيين أو في التغاضي عن ما انتهكوه على الأرض. حتى اللحظة لا يوجد تحرك عالمي حقيقي مؤكد بأنه سيسقط هؤلاء أو أنه يتحدث عن انتهاكاتهم. أحد أهم هذه الأبعاد أنه حتى اللحظة من يطارد علي عبد الله صالح ليس مجلس حقوق الإنسان، إنما من يطارد علي عبد الله صالح هو مجلس الأمن، وهذه هي المشكلة. مجلس حقوق الإنسان القضايا الإنسانية تتعدى إلى محكمة الجناية الدولية وستتابع صالح حتى يموت، لكن في الاتجاه الآخر علي عبد الله صالح قد لا يتابع هو والحوثيين إن لم يكن هنالك مقدرة حقيقية على إيضاح ما ارتكبه من انتهاكات على الأرض. حتى اللحظة الجميع يتحدث على انتهاكات الطيران السعودي، وهذه هي المشكلة. الغرب عندما تقرأ الآن لدينا في الغرب دائما نحن نحاول قدر المستطاع أن نصل إلى أن نوصل لهم الحقائق، هنالك جفاء، والسبب هو معروف بأنهم الغرب ينظر إلى ملف حقوق الإنسان السعودي ويبني عليه، يقول السعوديين لا يوجد لديهم ملف حقوق الإنسان جيدا، فينظروا أنه في قضيته في اليمن أنها لا غير أخلاقية، وهذه مشكلة. نحن في اليمن حقيقة قضيتنا أخلاقية. تعز الآن تقتل حتى من باب المقارنة، هل تعلم بأنه حتى في قتال الصهاينة على غزة فتحوا المعابر وأدخلوا العلاجات للناس حتى وهم يقاتلوا، حتى في البيوت قد قدموا إلى داخل البيوت وأعطوا لهم معونات. المنظمات الدولية استطاعت أن تدخل، الصليب الأحمر استطاع أن يدخل، حتى اللحظة لا يستطيع الصليب الأحمر أن يتحرك بكل حرية داخل تعز. المناطق التي يكون فيها الحوثيين يكون فيها انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان، حتى الراصدين لا يستطيعوا أن يرصدوا في المناطق الحوثية، منها مناطق صعدة. صعدة الآن فيها تجاوزات حقوق الإنسان لكن لا يوجد أي حياد في تسجيل أو رصد هذه الخروقات. مشكلتنا الحقيقية أننا نتعامل مع ميليشيا غير ناضجة لا تعرف العالم، تقاتل الآن من أجل القتل وليس من أجل مشروع حتى سياسي. يعني في هذه النقطة أستاذ نبيل لا نشهد تحركات كبيرة، يعني إذا ما استثنينا مثلا مسيرة المياه وهذه المسيرة قافلة الضمير، لا نشهد تحركات كبيرة على المستوى المدني، إذا ما تحدثنا في شأن المدني تحديدا لا نشهدها بخارج أو بشكل كبير في مدن مثل صنعاء أو ما شابه. ما هو السبب؟ هناك سبب حقيقة مهم جدا. السبب الأول كما أشرنا إليه هنالك استحواذ حقيقي للرأي ومحاولة دعونا نقول لخصام السعودية لأنها جزء من هذا التحالف الذي يحاول أن ينقذ اليمن. الآن في الاتجاه الآخر النقطة الأهم أن المناطق التي يكون فيها هذه التجاوزات في صنعاء مثلا أو لا يمكن للراصدين أن يعيشوا في خطر ولا يستطيعوا مطلقا أن يتحركوا. في الاتجاه أيضا أنه حتى الناس لا يستطيع أن يتحدث، ما زال حتى اللحظة نجد أنه حتى اللحظة لا يوجد رقم حقيقي لعدد المعتقلين في صنعاء. حتى اللحظة الحوثيين يعتقلوا العديد من الناشطين من دون حتى أي مبرر أو مسوغ قانوني، بينما العالم يتجاهل. في هنالك ملحوظة أيضا مهمة جدا الكثير لم يتنبه إليها. علي عبد الله صالح استطاع خلال 30 عام هنالك فصيلين استحوذ على المؤسسات الغير نفعية أو الNGOs أو المؤسسات غير الحكومية. هنالك فصيلين، الفصيل الأول هو فرع المؤتمر الشعبي العام الذي وتنظيمه الذي استطاع فعلا أن يأخذ جميع المناصب السياسية أو المناصب القيادية في مؤسسات المجتمع المدني. وفي الاتجاه الآخر هنالك الهاشمية السياسية التي حتى اللحظة تصمت عن كل هذه التجاوزات
وتقدم تقارير خاطئة، بل تتغاضى عن كل التجاوزات الذي يقوم فيها الحوثيين. لم يتحدثوا عن عدن، لم يتحدثوا أيضا عن البيضة، لم يتحدثوا عن دمار، عفوا مأب، لم يتحدثوا أيضا عن مأرب. جميع المناطق الخارج نفوذ الحوثيين لم يتحدثوا عنها مطلقا، وكأنها غير موجودة، وكأنهم غير يمنيين، بل كأنهم غير بشر. نتمنى فقط أن يكون لديهم حتى قليل من المهنية والموضوعية في أن يتحدثوا عن حقوق الإنسان. نحن نتكلم الآن في كل الدول، في كل الأماكن، نتحدث عن المواطن اليمني، سواء قتل عن طريق الحوثيين، أو قتل عن طريق الدرون الأمريكية، أو قتل عن طريق الطيارات التحالف. الجميع هنا مواطن يمني، ويجب أن نقيد حقوق الإنسان بعيدا عن التجاذبات السياسية. للأسف حتى الموضوعية والعقلانية وحتى الرحمة غير موجودة الآن لدى هذا الفصيل، الذي فعلا تسبب في ألم كثير من اليمنيين حتى اللحظة. نعم، تفضل بالبقاء معنا أستاذ نبيل. ينضم إلينا الآن أستاذ نشوان نعمان، مدير المركز القانوني الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، معنا عبر الهاتف من تعز. مرحبا أستاذ نشوان. مرحبا بكم أخي. أستاذ نشوان، كيف هي معنويات الناس حولكم ومعكم؟ أخي العزيز، هو نحن أقول فإن تعز تحولت إلى سجن كبير. محافظة تعز تعاني الآن الرأي، وتذكر أنها تتبعون مرات الحصار ومرات الحرب، وهي الكارثة الحقيقية التي أصابت المحافظة بمجالاتها الـ23، وتجمعت فيها جميع سعات الحرب، من حصار، من دمار، من نقص غذاء، ومشكلات صحية لا تحصى. واستشعارا للمسؤولية وتعبير العارمة لدى أبناء الحزرية بجميع مناطقها، قامت الفعاليات المختلفة في هذه المناطق بتنفيذ مسيرة الحياة، أو كما يسميها مسيرة فك الحصار أو مسيرة الضمير. نعم. تعد تعاني الأبرين كما قلنا. ومنذ أيام تكتشف مسيرة تم مسيرة كبرى كسر حصار عن تعد، وذلك قاموا الشباب بجمع الأموال، بجمع التبرعات كلا، وقدمت تعد لكل ما تعاني. وحصل اليوم، وأبرز ما حصل اليوم من أحداث، هو طريق كاتيوشا على أماكن تجمع المسيرة قبل الانطلاق، لكنها كانت حافز للإخوة المتأخرين، وعملت على زيادة الأعداد، وأدت وارتفعت درجة الحرارة والزخم لدى الحشود. الشيء الآخر هو إصرار كبار الشين للمشاركة ورفضهم أن يركبوا السيارات. النقطة الثالثة هي الإصرار ووصول القافلة إلى النقطة الأولى، تجمع في مدينة النشمة، واستقبلوهم المشاركين بالهازيجة. بعدها قامت قوات الحوثي أو بإطلاق 4 صواريخ على مدينة النشمة. نعم. وهذه كان لها أثر كبير. هل سببت هذه الصواريخ أي ضحايا أو سقوط في صفوف المشاركين في الحملة أو القافلة؟ هل سببت هذه الصواريخ أي إصابات في صفوف المشاركين في القافلة؟ هناك 8 إصابات، 5 إصابات تم نقلها إلى مستشفى خليفة، لكنها أغلبها من المواطنين. الإصابات، الصاروخ الأول بالقرب من المسيرة، أنا كنت بجمع المسيرة، لكنه لم يصب أحد، غير أصيب 2 شخصين كانوا في المنطقة، ليسوا من لكنهم كانوا موجودين في مكانها، في مكان المسيرة. طيب، هل تتأثر القافلة بذلك، أم يعني أم أنها ستستمر بشكل طبيعي؟ هل ستتأثر القافلة بذلك، أم أنها ستستمر في مسيرتها نحو تعز بشكل طبيعي؟ أخي، المسيرة هي لها برنامج محدد. هي الآن النقطة الثانية، نقطة التجمع الأولى كانت في الترباع، نقطة التجمع الثانية هي في النشمة. إحنا خرجنا من أجل الطفولة، بكثرة حصار، من أجل النساء، من أجل الحرية، من أجل الكرامة، من أجل إيصال العلاج، من أجل إيصال الهواء والأكسجين، من أجل الإنسانية بكل معانيها. إننا الآن في المرحلة هذه، المرحلة الثانية، وتجمع آخر، تجمع أبناء النشاط ومناطق المعافر وأبناء صبير سيشاركون معنا. الآن إحنا وجهنا رسالة للصليب الذي يدعو للصليب الأحمر، وجهنا رسالة للأمم المتحدة، وناشدناهم ان يكونوا. وماذا كان رد الصليب الاحمر استاذ نشوان لعمليه الرصد؟
ووجهنا وصلنا شو نعم لاخوه لاطراف الصراع بحمايه المشاركين والسماح لهم بالمرور لمناطق سيطرتهم وحمايتهم وعدم اعتراضهم لادخال المواد الغذائيه والامكانيه الى المدينه. وهذه الدعوه نوجهها نكررها نحن، وهي دعوه للامم المتحده واليو ان دي بي واللجنه الدوليه للصليب الاحمر ولمنظمه العفو الدوليه ولهيوم الريكس، وهي دعوه لكافه وسائل الاعلام المحليه والدوليه لمرافقه القاتله وتغطيتها. طيب افهم منكم انكم لم تستقبلوا الى الان رد من قبل هذه المنظمات التي راسلتموها؟ استاذ نشوان افهم منكم انكم الى الان لم تستلموا ردا من قبل هذه المنظمات الامميه حول ما طلبتموه؟ حتى الان لم نصل اي رد منهم. طيب نحن الان في مرحله نعم. الان في مرحله ثانيه مرحله تجنيد ما تبقى من المناطق المحيطه بنا من مديريه المعافر ومن مديريه المواصف من مديريه صبر والمشلاق ابناء تحت كلهم يريدون المشاركه وتجميع ما يقدرون تجميعه من مواد غذائيه من علاجات من اكسجين من خضروات وفواكه من خضروات حتى يتم ادخالها الى المدينه. طيب هل توثقون الانتهاكات التي تحدث للقافله خلال مسيرتها وترصدونها تباعا؟ نحن رصدنا اليوم 3 صواريخ الى منطقه التربه كان مستهدف فيها ابناء اعضاء القافله، لكن اداره الرحمن الرحيم كانت اكبر منهم. رصدنا 4 صواريخ في النشمه اليوم، رصدنا خلال 5 ايام 7 صاروخ من لما بدات الحمله، 7 صاروخ 27 صاروخ مضروبه على منطقه التربه. هذا اول ما بدات الحمله خسر الحصار. طيب انت كخبير قانوني استاذ نشوان تحت اي نطاق او تحت اي اطار تندرج هذه الانتهاكات باعتبارك خبير قانوني؟ هذه جرائم حرب وهذا انتهاك لحريه والحقوق. و وقد حملناهم المسؤوليه، وكان في بيان صدر امس من المنظمين يحملوا الجميع المسؤوليه. احنا لسنا ضد شخص معين، ضد طرف معين، لسنا مع المقاومه ولسنا مع طرف الحوثيين. نحن نريد ايصال مساعدات انسانيه للمواطنين محاصرين منذ اكثر من 10 اشهر. مدينه اغلقت بكل مدينه تسمى الان تسمى السجن الكبير، تحل بمعنى كلمه السجن الكبير. فهذه كلها جرائم ضد الانسانيه وتحاسب عليها. لابد ان يكون الان هناك دور للممثل الامم المتحده من قبل الامم المتحده لليمن والدشير وكافه المنظمات الموجوده تقوم بواجبها القانوني الانساني. شكرا لك مدير المركز مركز القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان أستاذ نشوان نعمان، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. نعم شكرا لك أستاذ نشوان كنت معنا عبر الهاتف. إذا مشاهدينا الكرام سنعود لمواصلة نقاشنا، لكن قبل ذلك نذهب وإياكم وضيفنا الأستاذ نبيل البيضاني إلى فاصل قصير. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أعود إلى الأستاذ نبيل البيضاني معنا عبر السكايب من السويد. أستاذ نبيل، يعني القافلة تأتي ضمن الإطار يعني الناحية أو النواحي اليمنية التي كانت دائما ما تنادي بالقيم الجمهورية، هل هذه القافلة امتداد إلى هذه القيم تمثل ذلك؟ حقيقة القاعدة الذي قامت عليها هذه القافلة هي القاعدة الإنسانية العامة المدنية، الروح التي المفقودة الذي
الذي حاول الحوثيين أن يطمسوها خرجت في هذه القافلة. أنا أعتقد بأنه هي إيذان أو مرحلة جديدة لمرحلة قادمة ما بعد هؤلاء الحوثيين. يعني هذا التحرك الإيجابي والبسيط ومن دون أي وازع إلا حبا في الإنسان وفي يعني في الانتصار للقيم الإنسانية بأنهم يحاولوا أن يمدوا الآخرين بقليل من الأدوية. هذه هي الروح الجديدة. الكثير ينظر أنه نحن كنا نتحدث كثيرا عن الحروب من ينتصر، لكن هنا الانتصار الأهم أن اليمني تحرك. والآن كما سمعت الآن من المتحدث أنه يقول نحن لسنا مع المقاومة ولسنا مع الحوثيين، نحن أردنا أن ننتصر إلى تعز. تعز حتى اللحظة لديها تقريبا في حدود 9 أشهر وهي تحت الحصار. المشكلة الأعظم بأن العالم كله يتفرج حتى اللحظة، هنالك يعني مليارات المليارات التي دفعت من قبل الجانب التحالف إلى المنظمات الدولية لم تتحرك مطلقا على الأرض إلا للحوثيين. طيب يعني بغض النظر عن أن كانت دفعت التحالف هذه المليارات أم لا، لكن هل باعتقادك أن وصول حديث مثل هذا يتحدث عن أنه ليس من المقاومة وليس من الحوثيين ويريد كسر الحصار عن تعز، هو حديث يعني يراعي أو يواكب الأحداث الآن أو مفيد في هذا الوقت الآن؟ بلا نقاش، خصوصا أننا الآن في مرحلة نهاية حقيقة. هنالك اتجاهين، قد يتجه إلى الحل السياسي وهذا أيضا جيد، أو يتجه إلى الحسم العسكري وهذا أيضا في حق الحوثيين جيد، ورغم أن هنالك ستكون يعني ضريبة مدنية. لكن ما الذي يفعله اليمنيين الآن؟ الآن الحوثيين يترصدوا صنعاء ويحاولوا قدر المستطاع إغراقها في الدم. يعني التخويف فقط الآن ما يفعلوه في تعز مثير للاستغراب. يعني ما الذي يريدوه من تعز؟ حتى سلم معي جدلا بأنهم انتصروا في تعز وحصلوا على تعز كاملة، ما هي حقيقة الانتصار الذي يريد؟ هو أنا أقصد أستاذ نبيل، كيف يمكن الاستفادة من وجود تيار ثالث؟ يعني لا هو مؤيد للمقاومة كما تحدث ولا هو مؤيد للحوثيين، هل هذا الوضع الآن يمكن الاستفادة منه في خلال هذه الأحداث؟ أنا لست مع هذه الفكرة أنه هذا تيار ثالث، لا، هذا إنسان. هؤلاء الذي تحركوا هم بشر، هم ناس، هؤلاء عبارة عن بشر، رأوا أنه هنالك مستضعف يقتل ويحاول أن يؤخذ منه جميع أبجديات الحياة. فالمقصود الآن هذا التحرك، حتى لو نحن كنا موجودين ونحن لا نرفع السلاح كمدنيين مثلا، سنتحرك في هذا التحرك معهم، لأنه هذه هي الحقيقة. المشكلة الذي نعانيها الآن أن الحوثيين لا يفكروا بالآخر إلا أنه محارب. يعني حتى الخصوم السياسيين أخذوهم وأدخلوهم السجون. يعني المعتقلات الآن كلها ناشطين سياسيين، أي شخص يتحدث كلمة واحدة يتحول إلى مجرم في يوم وليلة. تحول حتى الناشطين وقادة الرأي لديهم إلى حمل الأسلحة والتبجح والطريقة الرعناء في الحديث حتى مع الآخرين في اعتقاد أنهم أعلى من البشر. هذه هي المصيبة التي نعاني فيها في اليمن. الواجب حقيقة الآن أن الجميع يتحرك كبشر. حتى لو رأيت يا جماعة، حتى لو رأيت عائلة حوثية أمامي تقتل، سأذهب إلى الدفاع عنها. هذه هي الحقيقة. البشر بشر، الإنسان إنسان. المقاومة الآن الذي تنتصر في نهم والذي تنتصر الآن في مأرب، ما الذي فعلته في الحوثيين؟ ما الذي لم تفعل شيئا، بالعكس بل أمنتهم. الآن أنا متأكد بأن بعض الحوثيين الآن يغير النغمة لكي يحاول أن يكون لديه مستقبل مع في اليمن. المشكلة الآن روح المدنية الجمهورية اليمنية كمدنية أمام مشروع عنصري بغيض مقاتل محارب لا يفقه مطلقا الإنسان، لا يفقه كيف يتعامل طيب مع البشر. أفهم منك أستاذ نبيل أنه وفق للظروف الحالية اضطر الحوثيون، يعني اضطر أو دفعوا الناس، الحوثيون دفعوا الناس إلى الاتجاه نحو، حتى من كان يؤمن بالمدنية للاتجاه نحو المقاومة الشعبية، وإن كان يعني هناك من يفضل من لا زال يتمسك بالقيم المدنية والمقاومة السلمية. حقيقة بلا نقاش، يعني لم يجعلوا حتى للناس منفذ. لكنه أنا أعذر بأنه الكثير من الشباب الذي لا يستطيع حمل السلاح وعمله مدني، فهنا يجب أن يتحرك. يا أخي والله لو كانت مدينة محاطة الآن بالمقاومة وتم يعني إيقاف عنها الغذاء أو كذا، لتحركنا جميعا نقول لهم لا، توقفوا، وهي المقاومة مع الدولة.
يعني الآن في الاتجاه الآخر انظروا إلى التاريخ، كلنا تحدثنا عن الظلم الذي حصل في صعدة، ونتحدث حتى اللحظة بأنه كان ظلم ضد مدنيين، حتى اللحظة نتحدث بأن هنالك ظلم وعدم مقدرة للتحكم بالقصف من قبل التحالف في بعض المناطق. نحن الآن نتحدث بكل حرية وبكل صدق، الإنسان هو الأهم. المشكلة هذه هي أن العقل الحوثي والعقل المؤتمري يعني ركب على صيغة العدو الذي يستبيح دمه، العدو الذي ينهبه، العدو الذي يقتله، هي هذه الفكرة. كان الخصام من قبل خصام إما مدني تنافسي وإما عن طريق حزبي سياسي، هذه هي التنافسات كانت الموجودة. الآن أدخل السلاح غطى على جميع، أصبح لا لغة للسياسة ولا لغة حتى مدنية نتحدث فيها. نحن نريد أن نتحدث الآن مدنيا، حتى تخيلوا قبل أيام نتحدث نريد أن نعرف كم عدد الانتهاكات لحقوق الإنسان، لا نجد إلا هراء كذب. الآن تم رصد جميع الانتهاكات ووضعها فوق ظهر التحالف، يعني وهنالك في الغرب خصوصا الآن منتظرين هنالك، لأن التاريخ العدائي مع المملكة في تاريخها لحقوق الإنسان أصبح الآن يحمل القضية اليمنية. القضية اليمنية الآن تظلم بسبب أنه السعودية هي التي تساعد. يعني أنا الذي أستغرب عليها الآن، ما الحل مع هؤلاء وهم لا يقدمون مطلقا أي بادرة لحلول في الأرض؟ طيب سنعود إلى هذا الموضوع أستاذ نبيل، لكن اسمح لي، ينضم إلينا الآن عضو اللجنة التحضيرية للقافلة أستاذ معتز الشرجبي. مرحبا بك أستاذ معتز. حياكم الله أستاذ. أستاذ معتز، إلى أين وصلت القافلة الآن؟ القافلة الآن حطت رحالة في مدينة المشامة بغرض الراحة وعيد التحديد بعض الأوراق خاصة بعد الاستهداف الغاشم الذي حصل بنتيجة خصم الشهيد الصوتي وصالح في القافلة. يعني هل هناك أي خطط للتحرك أثناء الليل؟ الآن سنتحرك لاحقا من المشامة، لكن حاليا نحن ننتظر رد بعض المنظمات الدولية لمصاحبة القافلة ونجل المرور من المنافذ الرئيسية بمدينة صعيد. نتمنى أن تصل الرد قريبا من هذه الجهات، ما لم تسيكون لنا خطة بديلة للتحرك. يعني سواء كان الرد إيجابي أو سلبي ستواصلون المسيرة؟ نعم سنواصل المسيرة، المسيرة لن تتوقف. طيب كان قد سبق قافلة الضمير، مهرجان الضمير الذي حضر للقافلة، فتح كذلك نافذة لدعم الخيرين، ما هي أبرز المعونات التي استطعتم تجهيزها من دعم المهرجان هذا؟ خلال المهرجان تم تصدير ضربات المهرجان وتم استجابة كبير من أبناء المنطقة، بمعنى قرابة 20 طن من المواد الغذائية. ايضا هناك قرابه 45 صواني اكسجين، اضف الى ذلك قيمه مواد طبيه او ادويه طبيه معدومه في تعال بقيمه 10000 دولار. طيب ما هي يعني هل عندكم اي مخاوف بخصوص يعني ترصد لهذه القافله؟ يعني الان تم إطلاق صواريخ عليها، هل هناك مخاوف من التعرض لها أو التقطع لها بأثناء مسيرها؟ المخاوف موجودة، لذلك نحن خاطبنا كما ذكرت المنظمات الدولية. بإذن الله لن يكون هناك أي تعرض بإذن الله، مع أن المبشرات تقول غير ذلك، المسيرة أوصفت أكثر من مرة اليوم، لكن نتمنى أن لا يتم هناك أي تضارب مستقبلي. وفي حالة وصلنا إلى قناعة تامة بأنه سيتم إطلاق القافلة، بكل تأكيد لن نضحي بدماء الشباب، لأن قافلتنا مدنية إنسانية وسنسلك طرق بديلة. طيب لكن ألا يحملكم ذلك مسؤولية أن هناك يعني مخاطر تعرفونها للوصول إلى تعز، وذلك بنفس الوقت ليس هناك تنسيق أمني لضمان أمن القافلة، هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقكم في يعني المدنيين الذين يقودون أو يمشون مع هذه القافلة؟ أستاذ العزيز،
نحن عملنا على المتروض وذكرنا بشكل مباشر نظرا من مبادرة إنسانية بحتة لا علاقة لها بأي طرف كان. لما توقع إطلاق أن يكون هناك استعداد للقافلة رغم أنه تم استعداد المهرجان لكن لا ربما يكون الوضع مختلف في القافلة. نشعر بحجم المسؤولية الكبيرة المطالعة في قناة الحفاظ على أرواح المدنيين الموجودين معنا رغم حماستهم الشديدة للتحرك تحت أي ظرف، لكن كما ذكرت سابقا سنحافظ على أرواح الشباب لن نتهاوت إطلاقا، وفي نفس الوقت سنحقق أهداف القافلة المتمثلة في إيصال المواد الغذائية وأيضا تحريك المياه الراكدة خاصة فيما يتعلق بالجانب الدولي بخصوص الحفاظ المفروض على مدينة تعز. إذا شكرا لك عضو اللجنة التحضيرية لقافلة الضمير الأستاذ معتز الشرجبي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أعود إلى الأستاذ نبيل البيضاني. أستاذ نبيل، يعني تعرضت قافلة الضمير للقمع لكنها تمثل بنفس الوقت نموذج يمكن أن يحتذى به كتطوير، ما هي الأفكار الأخرى التي يمكن عملها في محاولة لفك الحصار عن المحاصرين بتعز؟ كان أهمها هي الآن هذا التحرك الذي سيفضح الضمير العالمي حقيقة، كما قلت سابقا بأنه الأمم المتحدة حصلت على أموال طائلة من دول التحالف وذلك في الجانب الإغاثي وصلت إلى حد المليارات 2 أو 1.5 مليار أو قريب من هذا الرقم، ومع ذلك حتى اللحظة لم نجد إلا المناطق خارج تعزية الذي تحصل على المساعدات، وحتى المساعدات بيعت من قبل الحوثيين على أرضهم. يعني هذا المثير للضحك الآن. في الاتجاه الآخر الآن دائما الحوثيين يتحدثوا عن حصار اليمن. اليمن الآن موجود لم يحاصر إلا تعز. تعز هي الذي حتى اللحظة يقتل فيها الشاب وتقتل فيها الأم ويقتل فيها الطفل ولا يجد حتى مشفى يتعالج يعني للجرحى. حتى اللحظة يعني لا يوجد تحرك أممي أو تحرك دولي يتحدث عن هذه الجريمة. للأسف هنالك دعونا نقول أنه تنسيم أو محاولة إلهاء ببعض المسكنات السياسية كالحديث عن صالح كالحديث عن متابعته كذا، لكنها على الأرض لا يوجد تحرك حقيقي للضغط. يمكن الضغط على الإيرانيين تمام، ويمكن الضغط على الروس، يمكن الضغط أيضا على الحوثيين والضغط على صالح بأنهم يفتحوا المجال الآن حتى للأدوية فقط، لكن للأسف حتى اللحظة لا يوجد إلا تدليل من دول العالم للحوثيين بشكل غريب. حتى للأسف حتى الصهاينة في إسرائيل لم يحصلوا مطلقا على هذا الدلال. هذا الدلال يعني وجدنا التحرك القوي من مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن، ووجدنا أيضا تحركات بقرارات دولية هائجة على إسرائيل في قتلها للفلسطينيين في غزة. في الاتجاه الآخر في اليمن لا ينظر حتى بأن اليمنيين الذي يعيشوا الآن لو يقتلوا في تعز بأنهم حتى كبشر، ناهيك عن أنهم حتى حيوانات. قبل أيام أرسلت أحد الصور لأسد داخل الحديقة وهو يعاني من هزال شديد جدا، يعني وصل الحال إلى كل شيء حتى للحيوان في حديقة الحيوان حتى بدأ يتأثر. العالم يصمت وضميره خائب، لكن نتمنى هذا التحرك أنه يوجه العالم ويعيد من جديد الضمير أو يحيي قليل من ضمير لدى العالم الخرب في هذا الوقت. طيب يعني الآن القافلة خرجت، قافلة الضمير، يعني في حال لم تصل إلى تعز بسبب أو بآخر، هل يمكن اعتبار أن دلالتها الرمزية ورسالتها المعنوية قد وصلت بالفعل؟ بلا نقاش قلت بأنها استطاعت أن تحرك عاملين. الأول العامل الدولي بأنها تنزع القناع عن العالم وتظهر الضمير الخرب الذي يرى الآن القتلى داخل تعز ولا يتحدث. في الاتجاه الآخر أيضا حركت الحياة المدنية في الاتجاه الآخر. الآن بدأت الشباب يتحدث عن الحركة المدنية. الحركة المدنية قادمة بعد الحرب. هناك المسألة لم تنتهي حرب المدنية اليمنية ضد أعداء الثورة. الثورة اليمنية الشابة موجودة لكنها تحتاج فقط إلى تجديد بهذه الأرواح.
تحركهم حقيقة في هذه القافلة، قافلة الضمير، سيعيد الضمير للناس جميعا، وسيكون هنالك أمل بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ نبيل البيضاني، كنت معنا عبر السكايب من السويد. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، نلقاكم في مساء يمني جديد بإذن الله. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل.